بالنسبه للاستفتاء على الدستوره المشاركه فيه في بعض القوى السياسيه وبعض الحركات وبعض الاحزاب في منهم الرافض وفي منهم المقاطع في منهم من يرى بالاستفتاء له. بماذا تدعو هذه ولا شايف المواد الخلافيه اللي هم وضعوها او شايفين مواضع الخلاف ما هي؟ لا يعني احنا مش هنخش في النقاش ده دلوقتي. احنا اللي نقدر نقوله للمجتمع المصري ان هذا الدستور يصلح لمصر ومصر جديره به وهو جدير بمصر، وان انا بدعو الجميع ان هو يشارك في الاستفتاء. وانا عن رأي يعني رايي الشخصي وراي الحزب المؤتمر ان احنا هنصوت بنعم، اتمنى ان الجميع يعني يحذو حذونا، ولكن طبعا الامر متروك لحريه الراي وحريه التعبير لكل فرد. طب هل تتوقع في حال فشل هذا الدستور قدر العالم تمريره ما على عوده مصر؟ هل ستعود الى مربع صفر مره اخرى ام ماذا عوده لا مسيره الدستور نمشي عليها؟ لا ما اعتقدش ان احنا نعود الى مربع صفر مره اخرى. انا اعتقد ان هذا الدستور تم يعني وضعه بشكل يعني يخاطب جميع هموم ومشاكل المجتمع وجميع فئاته وكل الحقوق والحريات مكفولة فيه. إذا احنا بنتطلع إلى نعم ونعم بالنسبة كبيرة، وهو ده الحل أمامنا ولا خيار آخر. طب ماذا تتوقع في التصويت القادمة؟ هل يكون أعلى من الدستور اللي فات؟ هيشهد إقبال جماهيري، وأنا أتوقع أن هو هيتم إقراره بنسبة أعلى من الدستور الماضي 2012. حزب المؤتمر بمن يدعم في انتخابات الرئاسة القادمة؟ لا غير شيخ فريق عبد الفتاح السيسي وأترشح حمدين صباحي ورشح بعض المرشحين، فمن تدعم؟ هل تدعم مرشح الثورة أم مرشح؟ لا احنا لسه ما قررناش الموضوع ده، لسه سابق لاوانه. الموضوع طبعا موضوعات كتير هتتغير في يعني الساحه السياسيه اذا قرر الفريق او عبد الفتاح السيسي ترشيح نفسه. هذا الموضوع سيكون محل اعتباره ومحل دراسه، لكن احنا لسه لم نقرر بعد مين اللي هنرشحه. طب في حاله تكرار الدستور هل يتم المصالحه مع الاخوان المسلمين وبحث سبل المصالحه مره اخرى والعوده الى طريقه المفاوضات؟ لا مفيش حاجه اسمها مصالحه مع احد. الاخوان المسلمين عليهم الدور ان هم يقدموا مبادره للعوده الى الوطن. حضن الوطن مفتوح للجميع بس بشروط الوطن مش بشروطهم هم. هو احنا على استعداد لتقبلهم بشروطنا.